بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتحدث إن شاء الله اليوم عن الجزء الأخير من حديثنا عن الحلقة السداسية التي تحتوي على نيتروجين، واللي سميناها البيريدين. في محاضرة اليوم راح نأخذ مثال تطبيقي على استخدام البيريدين كواحدة من المركبات الحلقية غير المتجانسة. خلينا أحاول أعمل شير، نحاول إنه أوكي. نعم، الآن من المركبات الكثير مهمة واللي بتحتوي على البيريدين اللي هو ما يعرف بالفيتامين B6، اللي هو الفيتامين B6. أوكي، الآن إذا جيت أطلع، طبعا هذا الفيتامين موجود في الطبيعة، لذلك نسميه natural product، أحد المنتوجات الطبيعية. يمكننا نحصل عليه على سبيل المثال من الموجود في اللحوم، البي 6 موجود في الأسماك، موجود هذا الفيتامين. لكن إحنا إذا نحاول إنه نحضره تحضير في المختبر، أنا بدل ما إنه معروف في الصيدليات كانك تروح لما أحيانا تطلب فيتامينات يمكنك تأخذه جاهز بدون ما تلجأ خلينا نحكي للحصول عليه من الطبيعة. طبعا الفيتامين بي 6، خلينا أحاول أرسم لكم شكله. هذا هو شكله، عبارة عن بيريدين، وهذا البيريدين substituted، في عليه بعض المجموعات، في عليه على هذا البوزيشن CH2OH، على هذا البوزيشن كمان عليه CH2OH، على هذا البوزيشن عندي OH، وهنا عندي ميثيل جروب. هذا اللي احنا بنسميه الفيتامين بي 6. اوكي، بي عادية، ما فيش بي 6 بدون ما نكتب الداش بيناتهم، بي 6. اوكي، الان زي ما حكينا هذا ممكن انا احضره تحضير. اوكي، طبعا العالم اللي حضر فيتامين بي 6 هذا المرة الماضية خربشنا بالتفاعل، هذا هو التفاعل اللي معروف باسم، هنا عندي A C J U A R E S C H I. نعم، هذا هو معروف باسم صاحبه، هذا هو اللي حضر الفيتامين بي 6، حكينا هاي A. أوكي، طبعا بداية التفاعل كان من الـ 1-3 دايكيتور، حكينا عنه إحنا أنه البيريدين واحدة من طرق تحضيره أنه إحنا نبدأ بالـ 1-3 دايكيتور. طبعا إذا إجيت أرقم هاي 1-2-3، وبالتالي الصيغة أو الاسم العام لهذا أو الوصف العام لهذا 1-3-diketone. الآن إحنا ممكن نبدأ من هذا التفاعل، أوكي، وبنضيف عليه على ال 1-3-diketone، نضيف عليه أمد، هذا عبارة عن أمد NH2، هون عند الكربونيل، وهذا الأمد فيه عليه هنا CN. طبعا نستخدم قاعدة اللي هي البيبريدين بيس، هاي بيبريدين من القواعد المعروفة اللي هي عبارة عن بيبريدين مشبع، بنسميه بيبريدين زي ما تعلمنا. هاي حلقة البيبريدين، حلقة سداسية فيها نيتروجين، وبنستخدم الإيثانول كسولفنت، وبحتاج هذا التفاعل لتسخين. خلينا نكتب الناتج، ممكن بعدين الواحد يتوقع كيف طلع هذا الناتج. طبعا الناتج هذا هو اللي بيطلع معاي، عندي حلقة البيريدين اون على شكل كيتون، وهنا عندي السي ان اللي هي هاي هي الموجودة عندي هون،
وهون عندي ال CH2O إيثيل اللي هي موجودة عندي هون، وعندي هون دبل بوند وفي عليها الميثيل جروب. يعني إذا بدنا نحاول نفهم كيف طلع هذا الناتج، أتوقع إنه مش صعب الواحد يعرف بالضبط إيش اللي صار عندي. طبعاً هنا الأمين هاي النيتروجين هاي، أوكي، ترفي عليها زوج من الإلكترونات، وبالتالي هاي ممكن تهاجم اللي هاي الكربونيل زي ما تعودنا، وهاي بتفتح بتصير O minus، بالنهاية بتصير OH. أوكي، الآن الـ OH هاي مع واحدة من الهيدروجينات اللي جنبها، أوكي، هذا التفاعل أول خطوة وفقد اللمع. وبالتالي إذا بنلاحظ، أو خلينا نرقم هاي الذرات على أساس نستوعب بالضبط كيف صار التفاعل. كان أنا أعطي على سبيل المثال نيتروجين هاي رقم واحد، والكربون هاي رقم اثنين، هاي رقم ثلاث، هاي رقم أربعة، هاي رقم خمسة، والكيتون هاي رقم ستة. أوكي، الآن واضح أنه صار عندي رابطة بين النيتروجين رقم واحد وبين الكربون رقم اثنين، هاي الكربون رقم اثنين. إذا بتلاحظوا الأكسجين هاي ما عادت موجودة، أوكي، وبنفس الوقت الكربون رقم ثلاثة هاي مش موجودة على صورة CH2 زي ما هون، يعني كأنه عندي هون هيدروجينة اللي موجودة هون مع OH اللي تكونت هون فقد اللمع. وبالتالي هذا أول خطوة بالآلية. الخطوة الثانية، ما تنسوا إنه الكربون هاي اللي جنب الكربونيل هاي ألفا، أوكي، ألفا كربون، والهيدروجين اللي موجود عليها كمان هاي ألفا هيدروجين. الآن الألفا هيدروجين بوجود قاعدة تتاخد الهيدروجين الألفا، والآن زوج الإلكترون طبعا بتكون مكانها ماينس، والماينس هذا رح هاجم اللي هاي الكربون كمان مرة، وهاي رح تفتح وتصير بصورة كمان OH. الآن الـ OH مع هاي الهيدروجينة كمان بفقد اللي ماء، لذلك هذا التفاعل بفقد اللي مولين من الماء. الآن إذا بدي أتبع أنا فعلا بقية لاحظوا الكربون أربعة موجودة عليها الإيثوكسي، هاي ما دخلت بالتفاعل، هاي الإيثوكسي أو CH2O إيثيل موجودة على الكربون رقم أربعة. CN هاي ما دخلت بالتفاعل لأنه التفاعل صار على الكربون الخامسة، وبالتالي CN موجودة. الكربون الستة هاي كمان ما صار عليها تفاعل، التفاعل صار على النيتروجين وعلى الكربون الألفا، لذلك الكيتون هنا موجود موجود زي ما هو، وبالتالي التفاعل هذا بيتم عبر فقدان مولين من الماء. الخطوة اللاحقة إنه إحنا بنعمل نترة لهذا اللي هو بنستخدم فيها concentrated HNO3، وبنستخدم الأسيتيك أنهايدرايد معه، أسيتيك أنهايدرايد، أوكي، وعلى حرارة 0 ديجري. طبعاً كلنا بنعرف إنه الـ HNO3 مع الأسيتيك أنهايدرايد بالنهاية هذا مصدر للـ NO2 بلس اللي أنا بدي أعمل فيه نترته. الآن إذا بده يصير نيتريشن، لاحظوا الموقع 6 محجوز، 5 محجوز، 4 محجوز، 2 محجوز فقط، هذا هو الموقع اللي فاضي. طبعاً إذا جيت أطلع أنا على النيتروجين كمان، هذا الموقع بيتا بالنسبة للنيتروجين، هو موقع مفضل للحلقة السداسية، لذلك النترة بتتم على الموقع 3. فإمكاني أكتب الناتج كمان مرة بهذا الشكل، هذا هو النيتروجين، الآن الكيتون موجود، السي أن موجودة، السي اتش 2 او إثيل موجودة، والمثل موجود، وبالتالي النيترو جروب عمالها بتنضاف عندي على هذا البوزيشن NO2. طبعا بضل عندي الدبل بوند هذول موجودين، اوكي، وهذا موجود بشكل NH. طبعا زي ما حكينا البيريدون في المحاضرة الماضية، اوكي، انه بامكاني انا ارسم التوتومر اللي له بحيث انه يكون عندي على شكل إينول، يعني بامكاننا نرسمه هذا بطريقة ثانية، اوكي، انه بدل الكيتون هذا يكون OH ويكون عندي دبل بوند هون على شكل إينول، هذا إينول وهذا على شكل كيتون،
طبعا هو هذا زي ما حكينا الأكثر استقرار، بس أنا حاب أوضح إنه النقطة هاي للخطوة القادمة اللي راح نحكي عنها. هون عندي سي إن، هون عندي أو إيثيل جروب، وهون عندي نايترو جروب، وهون عندي الميثيل جروب. أوكي، الآن هذا هو طبعا البير دومينت السائد عندي، هذا ممكن الآن أعمل له ريدكشن، أضيف عليه H2 بوجود بلاتين أو بوجود بلاديوم، نفس الشيء. أوكي، بلاتين أو بلاديوم اللي هي الكاتاليست المستخدم بعملية الاختزال. أوكي، طبعا هنا معروف إنه ما تنسوا السي ان هاي شكلها، خليني اكتب هنا ملاحظه، السي ان هاي شكلها السي ان تريبل بوند، فهي بتشبه الالكاين. الالكاين عاده لما احنا بنعمل له اختزال اوكي بصير الكان، بتحول لالكين بعدين بتحول لالكان، يعني كانه انا بضيف هيدروجينتين على الكربونه والهيدروجينتين على الكربون الثاني، وبالتالي الالكين بتحول لالكان. نفس الاشي النيتريل لما بعمل له اختزال انا ريدكشن اوكي، الكربون هاي بصير عليها هيدروجينتين، والنيتروجين اللي جنبها تشبه هاي الكربون اللي كمان بصير عليها نيتروجينتين، لذلك هذا بنسميه نيتريل. احنا نيتريل، النيتريل لما بنعمل له اختزال بعطيني امين، هذا الناتج عبارة عن امين. لذلك أول شغلة هون النيتريل هاي بتتحول لأمين، وبنفس الوقت النيترو جروب هذا النيتروفينول على سبيل المثال لما نعمل له اختزال بصير أنيلين، يعني الـ NO2 بتتحول ل عفوا الـ NO2 بتتحول ل بتتحول لـ NH2، وبالتالي رح نكتب الناتج الآن بهاي الصورة. هذا هو البيريدين الموجود عندي على شكل طبعا بيريدون. اوكي، او ممكن خلينا، لا خلينا نعمل خطوه قبل هاي، خلينا نعمل خطوه، عفوا انا مشيت خطوه اسرع، لا هون قبل ما نعمل الاختزال، قبل ما نعمل الاختزال بنضيف عليه اللي هو بي سي ال 5، وهذا اخذناه في المحاضره الماضيه، او بي او سي ال 3. اوكي، بنسخن على 150 درجة، هاي الخطوة اللي قبل الاختزال حكينا. هذا عادة ايش بيعمل لك؟ بحول لك الكيتون لسي ال بتصير. اوكي، هذا شرحناه في المحاضرة الماضية مع الآلية. طبعا انا ليش رسمت التوتومر تبعه على اساس ابين لك انه دائما الاو اتش اخذناه بالاورجانيك هذا 2 و3، انه بامكاني ابدل الاو اتش انا هاي بسي ال اذا بضيف بي سي ال 5 او بضيف بي سي ال 3 او بضيف ثين الكلورايد، هذا نفس التفاعل. فهو لما نكتبه هون بيكون الناتج اوضح ما نكتبه بصوره كيتون، ولو انه الكيتون هو المور ستيبل. لذلك راح يصير يجي عندي هنا كلور محل الكيتون، هون راح يصير عندي كلور محل الكيتون سي ال. طبعا بامكاني الان انا اخذ هذا الفورم اللي هو الاينول على اساس تكون موضوع واضحه عندي الصوره كيف تحول الاو اتش لسي ال، هيك بيكون اوضح ما ننظر له از كيتون، ولو انه الكيتون هو الاكثر استقرار، بس ما راح تفرق، فقط انا اوضح لكم من وين اجى الناتج. طبعا السي ان موجوده، والاو اثل كمان هاي موجوده، والنايترو هاي موجوده، والمثل موجود، يعني هاي الخطوه فقط لاغراض استبدال الكيتون بسي ال من خلال اضافه بي سي ال 5 او بي سي او او بي او سي ال 3. الان نعمل خطوه الاختزال اللي حكيت عنها، الاتش 2 بوجود البلاتين. الآن زي ما بنعرف إنه النيتريل مع الاختزال راح يتحول لأمين، أوكي؟ السي إن هاي راح يصير سي إتش 2 إن إتش 2 تحول لأمين، الأو إثل هذا بضل زي ما هو ما بصير عليه تفاعل، والإن أو 2 هاي كمان بتصير إن إتش 2. لأنه اختزال للنيترو جروب بتصير أمين أو أنيلين. المثل هاي موجودة، والسي أل هاي مع الاختزال بفقد التفاعل أت سي أل،
فبتيجي محله هون هيدروجين، يعني كأنه السي ال كمان تختزل على شكل اتش سي ال. الآن هذا الناتج تتذكروا معي في أخذنا تفاعل بالأورجانيك 3، إنه لما يكون في عندي أنا أنيلين أمين يعني، أو يكون عندي NH2، لما إحنا بنضيف عليها NaNO2 بوجود HCl، هاي اللي هي الخطوة الأولى. طبعا هاي بتحول لي الأمين لديازونيوم صولت، أوكي؟ يعني NH2 بصير ملح ديازونيوم، والNH2 هم كمان بصير ملح ديازونيوم. متذكرينه هذا بالأورجانيك 3، إنه إذا كان عندي أنا أنيلين وبنضيف عليه الـ NaNO2 مع الـ HCl بصير عندي ملح ديازونيوم، واللي ملح الديازونيوم اللي هو عليه تفاعلات كثير. هذا ديازونيوم صول ملح ديازونيوم، وبالتالي هذا راح يصير عندي ملح ديازونيوم على هاي النيتروجينة، وصير عندي كمان على الأمين قصدي، وهنا كمان على الـ NH2 كمان راح يصير ملح ديازونيوم. الخطوة رقم 2 انه بنضاف HBr. ليش بنضيف ال HBr؟ ما تنسوا هذا الإيثيل O بقي، هذا زي الإيثر، يعني هذا الشق كأنه عبارة عن إيثر، أوكي؟ طبعاً نكمل إحنا الآن، هاي هي الـ R بتاعت الإيثر، وهذا هو الأكسجين، والبقية هاي بتعتبرها R، وبالتالي هذا عبارة عن إيثر. الإيثر لما بضيف عليه حامض HBr بنكسر الإيثر، أوكي؟ تفاعلات الإيثر، وبالتالي بعطيني هذا OH بدل ما يكون عندي إيثر. والخطوة الثانية طبعاً بنضاف الأج، الخطوة رقم 3 بنضاف AgCl بوجود الماء. طبعاً معروف لما الملح ديازوني بنضيف عليه ماء بصير OH، وهي طريقة تحضير الفينول من ملح ديازوني. الآن الناتج هذا كله، أوكي، الخطوات الثلاثة ذولا بنعملها على الناتج، لاحظوا إيش اللي راح يطلع عندي. اللي راح يطلع عندي الهيدروجين هاي already موجودة. الآن هذا الديازونيوم صولت تحول لماء، أو تصير CH2OH بداله، أوكي. الأوإثل بنكسرها بالHBr كمان بتصير OH بدل ما هي أوإثل، أوكي. وبنفس الوقت الـ NH2 ملح الديازونيوم لما بضيف عليه مي بصير فينول OH، أوكي. والميثيل جروب هاي موجودة عندي هون. لاحظوا هذا الستركتشر اللي أنا كتبته هو نفس الستركتشر تاع الفيتامين بي 6. هذا عبارة عن فيتامين أو فيتامين بي 6، أوكي. لذلك هذا مثال تطبيقي بصراحة على عفواً على الحلقة السداسية الغير متجانسة اللي فيها نيتروجين. واحدة من الأمثلة كثير مهمة عليها اللي هو الأمثلة التطبيقية طبعاً اللي هو الفيتامين بي 6. طبعاً عندي حلقة، عندي شغلات كثير، بس أنا حبيت أذكر هاي على أساس نبرز أهمية هذا الكورس، إنه والله احنا لما بنعرف نسمي البيريدين او بنعرف نحضره او بنعرف كيف بتفاعل نعمل له نترته، لانه هاي التفاعلات بتدخل في صناعات كثير مهمه زي صناعات الادويه، وبالتالي ما يعني الواحد لما اذا اشتغل في هذا المجال بيكون بالنسبه له هاي الامور على الاقل مرت معه او على الاقل سمع فيها، اوكي. الان نروح لامثله اخرى على أهمية المركبات اللي فيها حلقة البيريدين اللي هي الحلقة السداسية اللي فيها نيتروجين، أوكي. طبعا خليني أكبر الصورة شوي صغيرة أساس إنه تكون واضحة بالنسبة لكم. طبعا زي ما في مركبات مهمة للبيريدين، في كمان مركبات توكسيك يعني سامة، زي هذا المركب، هذا النيكوتين. النيكوتين اللي بنسمع فيه الموجود في التباك وفي الدخان، هذا عبارة عن بيريدين، وفي الحلقة هاي اللي سميناها الخماسية المشبعة، هاي مش بايرول، بايرول بيكون غير مشبع، هذا
بايروليدين. لذلك النيكوتين عبارة عن بايروليدين موجود على البيريدين. أظن أنه يمكن واحدة من الكويزز كنا رسمنا هذا الشكل وبنسألكم إيش اسم الحلقة الخماسية اللي هي تاعت النيكوتين. الآن بالمقابل لو أخذنا والله إحنا هذا المركب، لاحظوا هذا عبارة عن هيدرازون موجود على البيريدين، هذا الدواء بيعوه في الصيدليات أيزونايزايد. أوكي، طبعا من الهيدرازون زي ما حكينا. هذا المركب بس او عفوا هذا الدواء بيستخدمه هيربيسايدز اللي هو مبيدات الاعشاب، هاي معروف الهيربيسايدز. ف يعني كثير بسيط هذا المركب، عباره عن بيريدين وعليه هاي الفانكشنال جروب اللي هي الهيدرازون او الهيدرازايد اذا جاز تعب، هي بسموها هيدرازايد بصراحه الجروب. ان اتش 2 ان اتش 2 موجود جنب الكربونيل. اوكي، نفس الشيء الان اذا اخذنا هذا المركب، هذا عباره عن ملح للبيريدينيوم مثل بيريدينيوم سولت بس اثنين رابطين مع بعض، يعني هذا بس بيسموه باي بيريدين، مش بيريدين واحد اثنين، باي بيريدين بما انه مع شكل سولت باي بيريدينيوم سولت. اوكي، هذا نفس الشيء بيستخدموه كمان بيستخدموه لا انا كانه قبل شوي عكستهم، هذا هو اللي بيستخدموه السولت، هذا بيستخدموه كمضاد للاعشاب. اوكي، هيربيسايد. هلا هذا اللي بيستخدموه بيسموه تيوبركلوسيس اللي هو السل، هذا مرض السل الرئوي المعروف في الستينات، كان هذا في مصر انتشر كثير من البرك والمي الآسن، هاي الماء بتكون نظيفة. وبتذكروا يمكن حتى معروف انه عبد الحليم حافظ هذا مات بالتدرن الرئوي والمرض السل اللي كان منتشر في ذلك الوقت. فتخيلوا هذا دواء ممكن انه يعطوه لهاي الأغراض. فإذا نعيد كمان مرة إنه قبل شوي أنا خربشت بين عكست اثنين، هذا السولت أوكي اللي هو الباراكوات بيستخدموه كمضاد للأعشاب، في حين إنه هذا يستخدم للسل الرئوي والتدرن الرئوي والأمراض هاي المتعلقة بالرئة. كمان هاي أمثلة حبيت أعرضها، هذول الأمثلة. لو أخذنا على سبيل المثال هذا المركب، هذا عبارة عن substituted pyridine. أوكي، طبعا مرتبط بحلقة غير متجانسة أخرى، أو هذا بيعوه شركة نيكسيوم. أوكي، وعفوا اسم الدواء هذا نيكسيوم، بيبيعوه هذول شركة الاسترازينيكا اللي هي هاي اللي عملت الآن المطعوم لل الكورونا فيروس اللي هو المطعوم البريطاني، هذا إنتاج شركة إسترازينيكا. لاحظوا هذا مثال بسيط، وجزء أنا عرضت هاي الأمثلة سابقا والله ما بعرف، هذا ببيعوا منه تخيلوا 4.79 بليون مليار، يعني بحدود 4.8 مليار دولار بالسنة. وهذا هاي الإحصائية قديمة إلى حد ما بال2008، الآن إحنا بال2021 يمكن تضاعف حجم المبيعات، ببيعوا بدل ما هو 4 مليار يمكن صار 10 مليار الآن ببيعوا منه. فتخيلوا أنتم مركب كثير بسيط هيتيرو سايكليك، ممكن أي واحد فينا يحضره. أوكي، قديش ممكن أنه والله قديش ممكن أنه يباع منه سنويا، وهذا بيستخدمه بالأسيد ريفلا اللي هي أمراض القرحة اللي بتصيب المعدة. أوكي، طبعا إذا بتلاحظوا كمان هذا يعني زي بديل للنيكسيوم، تعرفوا لما بيطلع دواء جديد بيحاولوا الشركات الأخرى يطوروا ويقلدوا ويعملوا عليه تطوير. يعني هون الفرق بين اثنين إنه الميثوكس هاي مش موجودة بهذا الدواء، بنفس الوقت هون الأو ميثوكسي مبدلينا بهاي الجروب أو سي اتش 2 سي اتش 2 أو ميثوكسي. أوكي، نفس الإشي هذا كمان بيستخدموه لأمراض القرحة، وعبارة عن طبعا هذا الحلقة الخماسية متذكرينها هاي الإيميدازول، فهذا عبارة عن بنز إيميدازول
بالنص عندي سلفونيل جروب، وهاي مرتبطة بالسبستيتيوتد بيريدين. يعني الواحد على الأقل لما بس بقرأ على سبيل المثال اسم هذا الدواء العلمي وبسمع انه عندي بنز اميدازول وعندي ايبيريدين، على الاقل بتخيل الواحد عن ايش بحكوا. برضو اذا اخذنا هذا الدواء كمان، هذا عبارة عن بيريدين، موجود فيه بيريدين وموجود فيه بيريميدين، والبقية عبارة عن حلقات بنزين، وهي حلقة اللي بسموها مثل بيبرازين، الحلقة السداسية المشبعة هاي فيها نيتروجينتين، بيبرازين بسموها. كمان هذا لاحظوا هذا بيستخدموه للليكيميا اللي هو سرطان الدم. يعني المقصود انه هاي الحلقات ما نستهين فيها، انه بتدخل كثير بالأدوية و الصناعات الدوائية بشكل عام. طبعا بيقدر واحد يعطي أمثلة لسه كثير غير هاي، فقط أنا حبيت نعرض بعض الأمثلة على أهمية البريدين كوحدة أو كواحدة من الحلقات الأروماتية غير المتجانس. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح هيك نكون أنهينا حديثنا عن عن البريدين. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نحكي عن البريدين اللي هو بيكون فيوزد مع البنزين. يعني عندي حلقة البريدين هون وفي بجنبها حلقة البنزين. هذا كثير من المركبات الكثير مهمة، هذا كله مع بعضه بنسميه. طبعا إذا بدي أطلع على البنزين، هذا هو البنزين، حلقة سداسية فيها ثلاثة دبل بوند، وبنفس الوقت عندي البيريدين، هذا اللي بيسموه كوينولين. الكوينولين من المركبات الكثير مهمة، جدا مهم هذا المركب في صناعة الأدوية، وبدخل كثير من الصناعات. أو إذا أخذنا إحنا البنزين وأخذنا البيريدين جنبه، بس تركنا كربون، عفوا تركنا كربوني فاضية، يعني ما حطيناش النيتروجين زي هاي، حطينا النيتروجين هون بهذا الموقع. طبعا هون عندي، خلينا نرسم بطريقة أرتب، عندي هاي البنزين وعندي هذا البيريدين، بس يكون عندي النيتروجين تاع البيريدين على الناحية الثانية، وهذا البنزين، هذا بسموه آيسو كوينولين. كمان هذا من المركبات الكثير مهمة. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نحكي عن الكوينولين والآيسوكوينولين، ونشوف كيف بتحضروا ونشوف كيف بتفاعلوا. يعني الآن إذا أنا بدي أعمل نترة للكوينولين، هل راح تيجي النيترو جروب على البيريدين ولا على البنزين؟ إذا بدي أعمل ألكلة، هذا الحكي راح نعرفه إن شاء الله في المحاضرات القادمة. راح أتوقف هنا، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.